ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من يعني من متطلبات دورات تدريبية A. العنوان اللي يطلب من قد يطلب من المشاركين هو تدريب ضربات ركنية من اللعب. في لعب شلون تطور ضربات ركنية؟ نحط هو هذا التدريب، هو هذا شلون الدرب، مو المهم مثلا انت عندك تمرين وتريد الدربه، مو المهم هو التمرين، المهم شلون الدربه للتمرين. فنلعب 8 ضد 8 هاي المنطقه 40 في 60 او هذا 60 في 40 ما في مشكله، 60 في 50 المهم المسافه هذه تكون طويله شويه من اجل تحقيق ضربات ركنيه معقوله يعني. ونلعب اعتيادي، البعض يحط بنصف ساحه ويلعب اعتيادي مو مشكله، زيد عدد اللاعبين بالوصف 8 ضد 8 ويكون اللعب اعتيادي. الشرط التعليمي الوحيد انه الفريق اللي يسجل، على سبيل المثال اذا الاصفر سجل بهذا الهدف بهدف الفريق المنافس، ففريق الاصفر يحق لاحد لاعبين من هاي الجهه او من هاي الجهه ان ينطلق للكورنر ويلعب كرة ركنية، فيصير دفاع وهجوم على الكرة الركنية. نفس الشيء إذا هذا الفريق سجل بهذا الهدف، أحد لاعبي ينطلق حر لهاي الزاوية أو هاي الزاوية بدون توقف اللعب سريع ويلعب كرة ركنية. ففي الحالتين الفريق هنا الأصفر إذا نجح بالتسجيل وعمل ركنية، في فريق يدافع وفريق يهاجم. نفس الشيء إذا الفريق الآخر سجل ونفذ الكرة الركنية، في فريق أصفر يدافع وفي فريق آخر يهاجم. أنت كمدرب عليك أن تدرب أما الهجوم أو الدفاع بضربات الركنية، لا تدرب الاثنين سوا. ممكن أن تدرب الاثنين سوا بالوحدة التدريبية، لكن بالعنوان التدريبي داخل الدورة التدريبية أي أو بي أو أي دورة تدريبية أنه يجب التركيز على تدريب فريق واحد، وكذا يستمر اللعب وتستمر التعليمات ويستمر إعطاء فكرة عن كيف نهاجم الهدف إذا دربنا الهجوم أو كيف ندافع على الكرات العكسية الركنية إذا دربنا الدفاع. بي كثير من قيم التدريب وبي مرونة تدريبية أن توقف اللعب، أن تعمل على يعني شرح خططك في مهاجمة الكرات العكسية، على التركيز على نوعية اللعب، قصير طويل خارج الهدف، كرة منحرفة على رأس لاعب ثم يحرفها الخلف. يعني ماذا تريد من الفريق، ماذا تريد من الفريق بضربات الركنية. هذا تمارين يسموه تدريب الكرات الثابتة من اللعب. لاحظ احنا لعب، يعني ما جبنا الفريق وخليناهم مثلا 5 ضد 5 ضد 6 ولعبنا كرة ثابتة من الركن، لا، خليناه خلال اللعب. وهذا يقربني من مفهوم انه ليس المهم ما تدرب، المهم كيف تدرب. السؤال الآن يسألني احد يقول لي زين، هل نسبق هذا التمرين بالتركيز على عملنا في الضربات الركنية في الهجوم بدون لعب أول مرة ثم ندخل اللعب؟ نعم 100% هذا صحيح، وهذا ما سميته أنا هو التقديم للفعالية الرئيسية. إذا كانت هاي فعالية رئيسية بالوحدة التدريبية فيمكن أن تقدم له، تخلي هنا جماعة وتخلي هنا لاعب وهنا لاعب وهنا لاعب وهنا لاعب، مجموعة هنا تشتغل على هاي ومجموعة هنا تشتغل، ويكون هناك تقديم لما قبل هاي الفعالية. فنيجي بعد ذلك ندخل بهاي الفعالية نعطيها وقت جيد ونعملها على شكل سباق. شكل السباق يعني شكل الكومبتيتيف اكسرسايز مهم ان تضع به نوع من التحدي بين اللاعبين، حتى بعدين نقول من هو الفريق الفائز بالضربات الركنيه. هذا مهم جدا جدا. هذا تمرين متقدم، تمرين جيد، يمكن ان تستخدمه سواء في وحداتك التدريبيه او في الدوره التدريبيه، لكن انبه اذا ما تستخدمه في الوحده التدريبيه يمكن ان تركز في الدفاع وفي الهجوم. يعني لما يكون هنا ضربة ركنية على هذا الهدف، إذا أصفر مهاجم، إذا
الفريق الآخر مدافع والعكس صحيح 100%. يعني أتمنى لكم الموفقين إن شاء الله والأمن والأمان والصحة والعافية في العام، غدا هو العام الجديد 2017، الله إن شاء الله يرزقكم رزق حلال وتطورون إمكانياتكم التدريبية وتكونون متقدمين في عالم التدريب. عندما أشوف أحدكم متقدم في عالم التدريب أزداد فخر و يعني وأؤمن بأنه إحنا العرب يمكن أن نتعاون في سبيل الارتقاء بمستوياتنا في كافة المجالات مو بس في مجال التدريب. شكرا جزيلا.